شبشب ولا انا ولا امهات الاشاوس. واحدة تاني تلبس شبشب في رجيلها ما في. ده رد المعركة دي معركة رد اعتبار مقرون على فكرة. دي معركة رد شرفنا. دي معركة رد لملابسنا الداخلية. دي معركة رد لانتهاك حرماتنا. دي معركة يا فيها نحن بقينا عفيفات شريفات ولدناكم انتوا ربيناكم على النصر وربيناكم على الجسارة وربيناكم على الأنفة وربيناكم على يا كمان بقيتوا زيهم. الحرب دخلت في ملابس الداخلية وقسما بالله العظيم وكتابه الكريم أنا شبشب ولا نعال في رجلي دي ألبسها تاني ما في والله إلى أن تقوم الساعة نمشي حفيانة زيدها. أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم أمشي حفيانة ما لم تسلموني الخرطوم دي مدكوكة عليها واطية تسلموني لا عليها واطية. أنا إحنا دارين نوريكم قرون لما تجي تشجع أولادها ما بتشجعهم بملابسها الداخلية. مهيرة بتعبوت هي الزمان كشفت عن عرضها وكشفت عن صدورها. أنا إحنا ما بنكشف. أنا إحنا عرضنا غالي. أنا إحنا عندنا عيالنا اللي بيعرفوا أنا إحنا كيف بنحمشهم. طالما الحرب دي دخلت لنا أنا إحنا في عروضنا أقسم بالله ثاني أنا إحنا أمهات الأشاوس واحدة تلبس نعال في رجيلها ما في. أقسم بالله تاني واحدة تلبس نعال في رجيلها ما في. يا إما كمان تصبحوها عليها واطية. أطوها طي. أطوها طي. أطوها طي. عارفين با شنو؟ دارين شنو أنتوا دارين حياة؟ دارين حياة أنتوا؟ أكثر من الدخول في عروضنا تاني بيحصل شنو؟ بيحصل شنو؟ بيحصل شنو أكثر من الدخول في عروضنا نحن تاني؟ بيحصل شنو؟ أكثر من يدخلوا لنا نحن في سراويننا الحرب معاكم أنتوا كرجال في الميدان جات دخلت في ملابسنا نحن الداخلية خلاص يلا يتابقوا قدرهم.